السلام عليكم، معكم محمود. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له بإذن الله. ثم أما بعد، ساعات بتكون عندك هدف مجنون وكل الناس عارفة أنه مجنون وحضرتك مصر عليه، الناس تقول لك يا ابني ما ينفعش، وناس عاقلة، ناس ما يعني ما لا تكن لك مثلا كراهية أو مقارنة أو غيرة أو كده، لا يقول لك احنا عشان مصلحتك، عشان ما تضيعش عمرك، بس يعني انت راجل في مقتبل العمر، فحرام انك تضيع مثلا 10 سنين علشان حاجه مش هتوصل لها ابدا. فانت تقول لهم مثلا انا عمري ضيعه في الحاجه دي فايده، انا حر، انا راجل لعين يا اخي، انا انتوا مالكم ومالي، سيبوني اكمل. فتلاقي في صراع، وفعلا يعدي وقت وما بتوصلش لحاجه، ويوصل لمرحله ان انت مثلا مصر انك انت تشتغل حاجه معينه والحاجه دي انت ما تلاقيش عليها بادي بيلدينج مثلا، وحضرتك رفيع ونحيف وبتاع، مصر تقول لهم انا بطل، فالناس تستغرب وتروح تترفض بالظبط، او تترفض في الوظيفه بالظبط في الحاجه اللي حضرتك فاكر انك بارع فيها. تقول لهم انا على فكره انا الانجليش بتاعي كويس وبتاع، خدوني عشان الانجليزي بتاعي كويس. يقول لك تعالى نعمل لك تيست، تجيب 4 من 10. تقول لهم بس انا كويس في الاي تي، تعالى نمتحنك مثلا في النتوركينج مثلا، اه ماشي تعالى في الانترنت وركينج على مستوى السي سي ان اي مثلا، قول لنا الاو سي اي لاير مثلا، قول لنا اللايرز كده، اشرح لنا شويه حاجات عن اللايرز، فما تعرفش تشرح قوي، فالمهم الحاجات البيزكس، تلاقي نفسك سقطت. فيقولك ادي الاي تي يا عم، بتعرف ايه تاني؟ انا على فكره شيك جدا وبتاع ده، تعالى اتشيك كده وتعالى ونعمل لك مثلا ايه يوم اختبار كده مع الكاستمرز. فيلاقوا برضو ايه في الاختبار، رغم انك انت لبست كويس كل حاجة، بس ما فيش قبول، الناس بتروح لناس تانية، الزباين بتروح لحد تاني وتسيبك، ما حدش عايز يتكلم معاك. فتلاقي نفسك كل الحاجات اللي حضرتك فنان او ماهر فيها بتفشل فيها، او بتترفض فيها الحاجة اللي انت فاكر نفسك جامد فيها. يعني على سبيل المثال للحصر، احد الابطال هوليوود ارنولد شوارزنيجر، غني عن التعريف طبعا، قال لك ان كان جاي من النمسا والاكسنت بتاعته الانجليزي زي الزفت، وهجم كده وبتاع ده، ويعني بيتكلم وحش وشكله صعب، وعايز يبقى ممثل. فقالوا له ازاي؟ لا قبلوه في صالة جيم، ولا قبلوه في تمثيل، ولا دور كومبارس، وهو عايز يبقى بطل. فاللي هو رفضوه في اكتر حاجتين هو شايف نفسه فيهم، انا اتعلمت انجليزي كويس ومش عارف ايه وبسرعه وكده، لكن الاكسنت بتاعك وحش، اكسنت نمساوي عجايبه على الماني، وشكلك كده الهجمه ده احنا مش عايزينه، عايزين حد شكله طبيعي، انت مش طبيعي، انت حاجه. ده بالظبط ينطبق على حد مثلا شكله رفيع جدا وبتاعه، عايز يلعب كمال اجسام، او يقول لهم انا عايز بطل، انزل امثل كراجل وحش الشاشه بطل كمال اجسام، وهو رفيع ونحيف وقصير. كذلك برضو واحد طويل طول بعرض، ويقولك انا عايز اعمل دور بطل مثلا، ولا عايز اعمل امثل، تمثل ايه يا ابني بشكلك ده؟ انت كبيرك تبقى كومبارس الكومبارس، يعني حاجه صعبه جدا. فكان ده بؤره او محور الفشل او بدايه الفشل بالنسبه لارنولد شوارزنيجر. اول فيلم يعمله اللي هو ترمينيتور 1، اول فيلم ينجح، يعني عمل كونان قبل كده بس يعني المهم بيقولوا ما نجحش قوي يعني. ف قالوا ان النجاح بتاع فيلم ترمينيتور 1 وبعد كده 2 و 3، قال لك لازم يبقى روبوت بيتكلم بالاكسنت دي وبالحجم ده عشان الناس تصدق انه روبوت، يبقى مقنع. فالعوامل اللي اترفض عليها قبل كده هي عوامل النجاح بتاعته بعد كده. فلو حضرتك عندك الفهم ده ورحت للحته اللي مراكز القوه بتاعتك تليق عليها، يعني مثلا هم عايزين انجليزي بس مش عالي قوي، مش فلوينت قوي، وانت الانجليزي بتاعك كويس في منطقه الناس فيها الانجليزي بتاعهم تعبان، فحضرتك بقيت مميز. برضو الشياكه بتاعتك مستواها في الحته اللي انت فيها انت راجل عادي جدا، لكن في حته تانية حضرتك شيك وانيق ووشك فيه القبول في حته تانية مع ناس تانية، فتروح الحته التانية. فهمتوا؟ حد فهم حاجه؟ يعني ببساطه شديده ممكن عندك فعل حاجات اللي حضرتك مقتنع انها عندك، وهي دي مهارات او قدرات النجاح او اسباب النجاح عندك، وترفضت بسببها او اصبحت اسباب فشل في مكان، ممكن تروح مكان تاني تبقى اسباب نجاح.
بس هي الفكره لو قعدت اصريت وتربست دماغك وفضلت تقدم في نفس المكان بنفس الطريقه بنفس الفيتشرز هتسقط طول عمرك، مش هيبقى في امل مهما تغير مديرين على الاداره. الفكره واحده، اداره الشركه اللي بتعمل لك الانترفيو او المدينه او البلد، انت في البلد دي ظروفك كده، عشان كده ربنا كتب علينا الهجره احيانا، او ان انت مظلوم في حته دونا عن بقيه الناس الدنيا مش ماشيه معاك فمكان تاني تمشي معاك. يعني في ناس مثلا كانت الدنيا ملطشه معاهم في مصر راح دبي، الدنيا لطشت اكتر راح روسيا الدنيا اتظبطت اكتر. ليه؟ الكاركتر بتاع جسمه، قدراته في الكلام، وقمه الشعب الروسي او اماكن العمل الروسيه، لكن ما وقمتش الاماكن في دبي ولا في مصر. ما بيحبوش العرب يا اخي، لكن في روسيا بيحبوا العرب، او الحته اللي اشتغل فيها بيحبوا العرب، ظروفه جت كده، اتوفق وعمل فلوس كتير، ولكن في بلد تانية بلده وسط ناسه منفعش، قدراتك مش محتاجين، عندنا منها كتير، انت بتفرقش معنا بحاجة. فلذلك اقول لكم دايما ايه، اول حاجة لازم تعرفها انا الفيتشرز بتاعتي، انا المميزات بتاعتي ايه، خصائصي ايه، ايه الحاجة اللي انا بارع فيها ونادرة، مش لازم نادرة في المكان اللي انا فيه، لا نادرة عموما، انا اجتهدت على ايه وتعلمته اللي هو الاخرين ما يعرفوش قوي او ناس قليله هي اللي تعرفه. فحط الحاجات دي في لستة كده، انا كذا، الانجليزي بتاعي يعتبر متفوق، الفرنساوي بتاعي متفوق، اللغه الروسيه بتاعتي كويسه جدا احسن من الناس اللي شغاله في شرم كلها مثلا، كان في حد يقول لي كده، واحد يقول لي مثلا ايه انا الكوميونيكيشن سكيلز بتاعتي عاليه جدا، اي حد اوقفه ما اعرفوش اتعرف عليه في دقيقه، انا بياع شاطر، انا بعرف البس، انا بعرف اشيك الناس، مش المهم انا اللي البس كويس لكن بعرف اختار اللبس للاخرين، عنده مهاره، عنده فن، عنده حاجه، ولكن الحاجه دي ممكن في بلده ما تاكلش عيش، ما حدش عايزها، ما حدش معترف بيها اصلا، مش شايفينها ميزه او شايفينها عيب. لاحظ دي، في واحد مثلا كان ما شاء الله ابن ناس ومحترم وشغال في احد فنادق الغردقه، ما بيكملش 3 شهور 4 شهور ويمشوه كل مره يقول لك السبب اصله تنك، رغم ان هو يعني بان عليه بسيط وبتاعه وهادي جدا وما بيتخانقش مع حد، ولكن الفكره كلها ان هم عارفين انه ابن ناس ومتنازل عشان يشتغل الشغلانه دي، فبيجي لهم احساس مسبق ان الشخص ده تنك، لكن هو مش تنك، هو مجرد ابن ناس متربي، يعني مش مالوش في الدرمغه والدقلجه في الشوارع والبيع والشراء والصوت العالي والخناقات، لا راجل هادي وفي حاله كده، فيقول لك اه ده بيتنك علينا عشان مؤدب، طلعوا الراجل اللي ما يعرفش ربنا ده من هنا المؤدب دي، وفعلا كان يمشوه من كل شغلانه لحد ما ربنا وفقه وراح الامارات، راح دبي وربنا وفقه واشتغل شغلانه كويسه، وشايف هم الحاجات اللي اترفض عشانها هي دي اللي شغلته في مكان تاني، قالوا احنا عايزين حد كده بالكاركترستيك ده، مش عايزين حد شضلي، مش عايزين حد بلطجي، مش عايزين حد صوته عالي، مش عايزين حد منفسن ودماغه بتروح في حتت بعيده، لا عايزين حد مركز في الشغل بس. ودي كانت اهم الفيتشرز فيه اللي هو قدر يوضحها ويلمعها. وما كان يتسال انت كنت بتمشي من اماكن كتيره ليه، او فنادق كتيره، او اماكن عمل كتيره في الغردقه ليه، كان يقول لهم الحقيقه ان كانوا بيقولوا ان انا شويه تنك بامانه، لكن انا الصراحه ما كنتش شايف ان انا بعمل كده، كل اللي بعمله ان انا بكون هادي جدا، ومع احترامي المؤسسات دي كلها محترمه والفنادق دي كلها كويسه وادارتها واعيه وناجحه، ولكن في امرنا او في مسالتنا اللي هي مساله خاصه جدا كانوا وجهه نظرهم كده بس. فكان بيشكر في المكان اللي بيشتغل فيه، وده طبعا من كرم اخلاقه وتربيته العاليه، ولكن كان بياخد بالشلوط يترمي بره في الاخر، ده ما كانش بيذكره ان احنا انا كنت بترمي رميه الكلاب واحيانا ما كنتش باخد مستحقاتي، فما كانش بيقول الجزئيه دي، وهو عايش في الامارات يعني الحمد لله لحد النهارده وربنا يوفقه ويكرمه. لكن ده تعريف بالفيتشرز بتاعته او بالمميزات بتاعته، في ناس ثانيه عندها مميزات مختلفه زي ما قلت لك، في البيع، في الشراء، في التعارف، في مثلا ان هو يلاقي المصادر بتاعه مثلا بضائع معينه ويستوردها من منشاها، يعرف يلاقي مصدر البضاعه، يقدر يلاقي سعر كويس، يعرف يفاوض، كل واحد ليه مهارات، بس في بلده يمكن او في المكان اللي جرب يشتغل فيه اكتر من مره او الاماكن اللي اشتغل فيها المختلفه في بلده ما نفعش، مش شايفين ان عنده مميزات، مميزاتك ممكن بتتقدر في مكان تاني، دور في المكان التاني والتالت والرابع لحد ما تلاقي اللي يقدرك، هو ده شغلك الشاغل في الحياه، اعمل زي ارنولد شوارزنيجر اللي هو قالوا له دول رفضوه، ناس تانيه خالص افكارها تانيه خالص هم اللي وافقوا عليه وقالوا على فكره الدور ما كانش ينفع الا بيك. كلامي خلص، يا رب تكون الفكره وضحت لك حاجه جواك وشخصيتك بجد بانت بعد الحلقه دي قدام نفسك، فتقدر تقدر انت هتعمل ايه وهتعمله ازاي وفين، اهم حاجه فين.
سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اشوفكم على خير، اللقاء متواصل ان شاء الله في حلقات جايه، والسلام عليكم.